بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن العلامة السيد إبراهيم الزنجاني قدست روحه زكية قائلا: إذا اختصم اثنان وقرئ هذا الذكر يتبدل خصامهم إلى صلح، وإذا استمر عليه يصبح محبوبا عزيزا مكرما في قلب الآخر، وهذا الخصام وهذا الخلاف يتحول إلى مودة ومحبة. والذكر هو: يا عزيز المنبع الغالب على أمره فلا شيء يعادله. يا عزيز المنبع الغالب على أمره فلا شيء يعادله. تقرأ هذا الذكر 90 مرة، سواء كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو في صلاة الليل إلى غير ذلك. هذا الأمر يقع دائما وأبدا بين الزوجين، فإذا ما وقع خصام وأرادت الزوجة أن تبدل هذا الخصام إلى محبة ومودة، وأن تنال منزلة في قلب زوجها، وأن تكون عزيزة مكرمة عنده وكذلك هو، فما عليهم إلا بذكر هذا الذكر: يا عزيز المنبع الغالب على أمره فلا شيء يعادله. 90 مرة، وهو من مجربات كبار العلماء. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.